يا جماعة أنا بدي أصور لكم الخنزير هذا، شايفينه كيف الخنزير قد تم تنظيفه وطهيه جيدا، أما أنت يا قدر فوسخ العقل والضمير والمنطق والوجدان. حقا يحق فيك المثل القائل: كلب يعض يد سيده ويبصق في الإناء الذي يأكل منه، يأخذ معاشه وأكثر مما يستحق من هؤلاء الذين يعمل يديهم ويشتم ويسب في أسياده باللغة العربية وهم لا يفهمون. لذلك سأترجم هذا الفيديو إلى اللغة الألمانية كي يعرفون حقارة هؤلاء، فتابعوني في الفيديو القادم وترقبوا النشر باللغة الألمانية كي تقوموا أنتم أيضا بنشره وإيصاله إلى صاحب المطعم وإلى كل من يهمه الأمر. تحياتي ومحبتي، كان معكم أخوكم بشار من صفحة وقناة الحياة مختلف محاورها مع بشار على اليوتيوب والتيك توك. أراكم في فيديو قادم، سلام.